يغادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القاهرة غدا السبت متوجها إلى نيويورك في أول زيارة رسمية إلى أمريكا منذ وصوله للحكم بعد انقلاب 3 يوليو. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن يعقد مباحثات ثنائية بالبيت الأبيض لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك يوم الاثنين المقبل. واقتصرت زيارة السيسي إلى الولايات المتحدة خلال 3 سنوات الماضية على نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. السيسي إلى واشنطن، زيارة هي الأولى للرئيس المصري إلى البيت الأبيض بناء على دعوة من ساكنه الجديد دونالد ترامب بعد أعوام من فتور العلاقة مع الإدارة الأمريكية في عهد سلفه أوباما. العلاقة بين ترامب والسيسي تبدو دافئة على المستوى الشخصي منذ لقائهما في سبتمبر أيلول الماضي. أثنى المرشح الأمريكي للرئاسة حينذاك على السيسي متحدثا عن كيمياء جيدة جمعتهما، فيما أكد الرئيس المصري ثقته في أن ترامب سيكون قائدا قويا للولايات المتحدة. كما أن السيسي كان أول رئيس دولة أجنبية يتصل بترامب لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية. هذا الدفء أدى على ما يبدو لتغاضي واشنطن عن حالة حقوق الإنسان في مصر لصالح الانشغال بدورها الإقليمي في منطقة تموج بالصراعات المتفجرة، حيث اقتصر بيان البيت الأبيض على توضيح أن القمة الأمريكية المصرية ستناقش قضايا محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ودعم السلام والاستقرار في المنطقة. لكن التغاضي الرسمي لم يمنع صحفا أمريكية كنيويورك تايمز من التحذير من مغبة تحول واشنطن إلى شريك في جرائم النظام المصري عبر دعمه ماديا وسياسيا، وهو ما قد يؤجج التطرف والاستياء في مصر تجاه الولايات المتحدة. تحذيرات صاحبتها حملة شعبية بعنوان الحرية أولا، تذكر بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر وأن السلطات المصرية تحتجز عددا من المواطنين الأمريكيين داخل سجونها. انتقادات صحافية وشعبية تواجه زيارة السيسي التي تبدأ غدا إلى واشنطن، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عما ستؤول إليه العلاقات المصرية الأمريكية في عهد ترامب. تنضم لنا عبر سكايب من واشنطن دكتور سامي حارس، مؤسس منظمة الديمقراطية لمصر في أمريكا. أهلا بك معنا دكتورة سامية. إذن هي أول زيارة رسمية للسيسي إلى واشنطن، ما هو موقفكم من هذه الزيارة؟ إحنا اتخذنا موقف إن إحنا نعمل تعليم وتوجيه للحكومة بتاعتنا هنا، الحكومة الأمريكية، على أساس نبين فيها الحقيقة من موقف السيسي ومن آثاره على اللي بيعمله لحكم مصر. فبعتنا 535 ملف في حقوق الإنسان المخترقة في مصر والإرهاب والمشاكل اللي كل المصريين اللي في السجون واللي بره السجون بيقابلوها دلوقتي. بعتنا 100 ملف منهم راح للسنت اللي هو مجلس الشورى، و435 راح لمجلس الشعب لكل كونغرسمان. ده شغلة عمل أنا واحدة من المنظمين بتوع وطن للجميع، كلنا اشتركنا فيه وحطيناه ووضبناه ووصلناه باليد للكونغرس والسنت. هذه الملفات فيها صور وفيها ناس كتير من المعتقلين اللي في مصر من جميع الأنواع، ما بنفرقش سواء هم من اللي اشتركوا في الثورة، من الإخوان المسلمين، من العلمانيين، من المعارضين، من المسيحيين الأقباط، من كل الفئات بتاعت مصر. طب هل تلقيتم أي ردود دكتورة سامية حول هذه التحركات؟ خاطبتم العديد من الجهات، هل ردت عليكم بعض هذه الجهات؟ ايوه هو في طبعا في بعض الكونجرس منهم اوريدي عارفين
الملف المصري وكتير بيتعاطفوا معاه، وبعض كانوا مستغربين على اللي احنا قدمناه لهم، لأن طبعا السيسي وضح نفسه أو بيحاول يبيع نفسه للبريزيدنت ترامب على أنه هو بيحارب الإرهاب. واللي احنا بنحاول نوريه للناس أن السيسي في الحقيقة بيخلق الإرهاب، بيخلق الإرهاب من كتر اللي بيعمله في مصر وفي المنطقة العربية. بيخلقه إزاي؟ الكبت المستمر للحريات في مصر، السجون المستمر ما بين 60,000 و80,000 كل واحد اشترك في الثورة المصرية. لو ترجع حضرتك للثورة المصرية، هي كانت عيش حرية عدالة اجتماعية، ما كانتش ثورة طلع لديانة أو لملة أو لحد معين، كانت طلع لكل المصريين. لكن دكتورة سامية اسمحي لي، مثل هذه التحركات دائما ما تتهم من الجانب الآخر، من جانب النظام المصري، بأنها تحركات ممولة مدفوعة الأجر وتهدف إلى النيل من النظام المصري، ما ردكم على ذلك؟ أنا أقول لحضرتك، أنا من الناس الأساسيين هنا اللي تحركوا وعايدوا نظام مبارك، عايدوا نظام مرسي، وبيعايدوا الآن نظام السيسي. عمري ما أخذت مليم واحد من أي حد، طول عمري بدي سواء لمشروعات في مصر أو لنغطي المصاريف اللي بتحصل هنا. ملناش تمويل من أي حد خالص، ولا مؤسسة ولا حكومة ولا أي حد. والحاجات هنا في أمريكا كلها من حق أي حد إن يكشف عليها، وهم طلبوها قبل كده في مصر، مين اللي خد فلوس من مصر وعلى حساب مصر والكلام ده كله، أنا ماليش دعوة بيه. أنا بقول لك أنا بأكافح باستمرار علشان حقوق المصريين، علشان نطلع اللي في السجن المساكين دول. أحمد دومة ذنبه إيه؟ أحمد ماهر ذنبه إيه؟ غيرهم وغيرهم الناس اللي ماتوا في السجن عشان مفيش دواء ذنبهم إيه؟ اللي طيب. بيحصل في مصر دلوقتي كله الناس مش لاقية تغسل الكلى وتغسل الكبد، الناس اللي بتنام في الشارع، الناس اللي بتصرخ من عدم الأكل. ده دلوقتي في ناس عندك في المجلس النواب اللي بيسموه اللي في مصر دون المجلس اللي للأسف ما بيخدمش المصريين إنما بيخدم نفسه، بيتباهوا بأنهم شالوا الدعم عن المصريين. طيب. بيتباهوا أنهم ضعفوا التذكرة، سعر التذكرة للمترو، بيتباهوا بالغلاء ويقولوا لازم نعمل كده. طيب أرجو تبقي معي أنا دكتورة سامية، سأعود إليك لاحقا، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك المهندس هاني القاضي، رئيس المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة. مرحبا بك مهندس هاني، لماذا تعترضون على زيارة السيسي إلى أمريكا؟ اولا تحيه لحضرتك وتحيه لجمهور قناه الجزيره الكرام، وتحيه لضيفه حضرتك الموجوده. ثانيا احنا ما بنعترفش بالسيسي كرئيس لجمهوريه مصر العربيه، ودي اول زياره رسميه بعد انتخابات ترامب. من المعلوم ان اوباما على مدار السنتين الماضيتين لم يستقبل السيسي لانه رئيس منقلب، وفي الحكومه الامريكيه واداره الامريكيه بتمنع تعامل مع اي رئيس منقلب في اي دوله، ولكن النظام الجديد بيحاول ان هو تحت مسمى محاربه الارهاب ومحاوله الضغط على الجماعات الارهابيه اللي موجوده بيستقبل السيسي في البيت الابيض. فاحنا معترضين على زياره الرئيس السيسي من هذا المنطلق كامريكيين بندفع ضرائب موجودين في الولايات المتحده الامريكيه. الحاجه الثانيه ان احنا بنقول ان هذا المنقلب السيسي لا يمثل جمهورية مصر العربية، وإنما هو منقلب على الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي عيسى العياط. لكن على ماذا تعولون مهندس هاني؟ يعني العلاقة بين السيسي وترامب توصف بالعلاقة الدافئة، حتى ترامب قال أن هناك كيمياء مشتركة تجمعه بالسيسي. هناك تقارير صحفية تتحدث أن ترامب لا يهتم كثيرا بسجل حقوق الإنسان في مصر، إذن على ماذا تعاولون؟
بداية أنا أحب أقول إن الرئيس ترامب من يوم ما مسك وهو بيصدر قرارات وبيطلع قوانين بتعارض، لأن أمريكا زي ما هو معلوم للجميع إنها دولة مؤسسات، فبتعارض في المحاكم الأمريكية وبيتم نقض هذه القوانين أو الاعتراض عليها. إحنا هنا إحنا بنحاول إن إحنا نوعي الشعب الأمريكي، وبنحاول إن إحنا نحيي هذه الروح في الجماهير المصرية اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أعمالنا اللي إحنا بنقوم بيها في منطقة نيويورك ونيو جيرسي وحوالين الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن الحملة من ساعة ما بدأت حاليًا من الأسبوع الماضي، حملة اللي هي ضد زيارة الرئيس السيسي اللي بتقوم بيها الجمعية المصرية للديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، من أول ما نشرت الفيديوهات والصور بتاعتها، وهو الإعلام المصري بتداول هذه الموضوع بشكل فجي جدا، وبيحاول يظهر ان وجود قوى موجوده في الولايات المتحده بتحاول تفشل زياره الرئيس السيد السيسي المنقلب الى البيت الابيض. فاحنا بنشتغل على ثلاث محاور حاليا، منها محور اللي ضيفه حضرتك الكريم، ولكن في محور ثاني مهم جدا، وهو ان هو يوم زيارته في البيت الابيض يوم الاثنين القادم سيتم عمل مظاهره ضخمه جاي لها ناس من كل الولايات المحيطه بواشنطن. احنا طالعين باوتوبيسات من نيويورك ونيو جيرسي، في ناس جايه من ميريلاند، في ناس من واشنطن دي سي، في ناس جايه من رالي، في ناس جايه من اماكن كثيره جدا. على المقابل في ناس مؤيدين طالعين برضه من منطقه نيويورك ونيو جيرسي من الهيئه القبطيه اللي موجوده في جيرسي، ومجمعين حوالي كذا اتوبيس بحيث ان هم يؤيدوا الرئيس. فهيكون في الوقت ده هو ناس رافضه لزياره السيسي وناس مؤيده ليه، ولكن احنا عندنا محاور تانية شغالين عليها، هو المحور الاعلامي. ويمكن محمد سلطان قام بمجهود طيب الفتره الماضيه في المقالات اللي نشرت في الواشنطن بوست بتؤكد على الانتهاكات لحقوق الانسان والانتهاكات اللي موجوده لكل الطوائف اللي موجوده في مصر والمعترضين على هذا النظام الانقلابي في الواشنطن بوست وفي كثير من المجالات. طيب منهم مقاله كانت موجوده على ان هو كان عايز يعمل رفض بالحمله اللي هو يتبناها في الصابواي اللي موجود في واشنطن وتم رفضها. احنا علشان كده قمنا بعمل عربيات، في عربيه هتقوم برضو من الحمله وفي عربيه هتقوم من الجمعيه عندنا بالتضامن مع المجلس الثوري المصري. وضحت الفكره مهندس هاني، اشكرك شكرا جزيلا مهندس هاني القاضي رئيس المنظمه المصريه الامريكيه للحريه والعداله، وانضم الينا عبر الهاتف من نيويورك دكتور اكرم بختور الناشط الحقوقي المصري. مرحبا بك دكتور اكرم. الى اي مدى تتفق أو تختلف مع هكذا دعوات المعترضة على زيارة السيسي لأمريكا؟ كل واحد من حقه اللي يعترض أو يشجع ويرحب، كل واحد بيعبر عن رأيه وليه أسبابه الخاصة. تفضل دكتور أكرم أسمعك. أيوة أنا بقول لحضرتك كل واحد من حقه يعبر عن رأيه، سواء كان بيرحب بهذه الزيارة أو شايفها أنها كويسة أو بيرفضها. طيب إذا شايفها أن هي كيف ترى هذه الزيارة؟ ما هو موقفك من هذه الزيارة؟ هل ترحب بها وربما تدعمها وستخرج للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أم تقف على الجانب الآخر مع الجانب الذي يعارض هذه الزيارة ويتحدث عن ملف حقوق الإنسان ويقول إن دعم ترامب للسيسي على هذا النحو يعني في خطر كبير جدا على هكذا ملفات حقوق الإنسان وغيرها؟ أنا رافض هذه الزيارة، وكمواطن بحمل الجنسية الأمريكية جانب الجنسية المصرية شايف إن هي مخالفة للدستور الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تستقبل رئيس قام بانقلاب عسكري على رئيس جمهورية. لكن في المقابل يعني هناك ما يوصف بالدعوة إلى حشد طائفي، ربما وصف البعض هكذا بعض النشطاء، حيث وجه الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية النائب الباباوي في أمريكا الشمالية الأنبا كراس وجه رسالة إلكترونية للمطالبة بحشد الأقباط لزيارة السيسي خلال لقائه بدونالد ترامب في واشنطن. يعني كيف ترى فعلا هذه المطالبة؟ الكنيسة المصرية بتساند السيسي في النهاردة وفي الزيارات اللي ماضية،
بتسنده على طول وبتقف جنبه للمنتهى. بس انا ما اعتقدش ان هيكون في عدد من المسيحيين مشاركين كتير، ما اعتقدش خالص، لان المسيحيين حتى النهارده غير الزيارات الماضيه دلوقتي بقى في غضب داخل صفوف المسيحيين، لان ظلم السيسي بعد ما طل الاسلاميين في الاول اصبح برضو يطول المسيحيين كمسيحيين وبيطولهم كمواطنين مصريين، فهيكون العدد قليل جدا من حشد الكنيسه لن يستجيب لها غير ناس اعداد بسيطه جدا، ومعظمها يعني رايحه بس عشان تقابل الممثلين والاعلاميين عشان يتصوروا معاهم. في كل الاحوال اشكرك شكرا جزيلا دكتور اكرم بقطر الناشط الحقوقي المصري، كنت انا من نيويورك، وينضم الينا عبر الاقمار الاصطناعيه من واشنطن دكتور نبيل ميخائيل استاذ العلوم السياسيه بجامعه جورج واشنطن. اهلا بك معنا دكتور نبيل، ما هو تفسيرك لتصاعد حمله الرفض لزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى واشنطن، وهي اول زياره رسميه للسيسي الى البيت الابيض؟ هو أولا أي شخص في مجال السياسة ليه معارضين، دونالد ترامب ليه معارضين، وكل لحظة بتطلع قصة تحاول إدانته، في معارضين للسيسي لكن هناك أيضا مؤيدين للسيسي، فالقضية مش تصاعد المعارضة، القضية هي الجدل حول نظام الحكم في مصر. لكن باختصار السيسي مازال يتمتع بشعبية سواء في أوساط المصريين في المهجر أو في الولايات المتحدة وكندا وأيضا داخل مصر، دي حقيقة لا يمكن إنكارها. لا توجد أي مؤشرات داخل المجتمع المصري على احتمال قيام ثورة. نعم هناك مشاكل خطيرة، هناك زيادة في أسعار تذاكر المترو، ده أمر ممكن يؤدي إلى بعض الاضطرابات والاحتجاجات، لكن لن تصل إلى الدرجة اللي السيسي يكون فيها في موقف مشابه لحسني مبارك في يناير من عام 2011، ده أمر مستبعد تمام. مرحبا بالسيسي، مرحبا بمن يحتجه، مرحبا بمن يؤيده، لكن أعتقد أن المشهد يوم الاثنين المقبل أمام البيت الأبيض لن يكون بهذه الدرجة من الاضطراب. هيكون هناك لقاء قمة سيعقد وسينتهي بهدوء. لكن ما هي نقاط الضعف والقوة التي يذهب بها السيسي إلى أمريكا من وجهة نظرك دكتور نبيل؟ ده سؤال في الحقيقة في غاية الأهمية وأحب أحييك عليه وأشكرك عليه. لو بدأنا بنقاط القوة هيبقى البعد الإقليمي. لأول مرة في تاريخ الأمن القومي العربي، ودي نقطة للأسف ما فيش حد درسها أو تحدث فيها كتير، روسيا بتحارب في الشرق الأوسط وأمريكا أيضا تحارب في الشرق الأوسط، عاملة بقى زي حادثة فاشودة اللي كنا بندرسها في مصر، البريطانيين والفرنساويين بيحركوا قواتهم الاستعمارية وبيلتقوا عند حدود السودان وتشاد، يعني شمال شرق سوريا هيشهد تجمع عسكري روسي، تجمع عسكري أمريكي، ده عمره ما حصل أيام حتى الحرب الباردة. فالأمن القومي العربي هيكون نقطة وركيزة أساسية لعبد الفتاح السيسي في حديثه عن الموقف العربي، هيقول له مصر مستقرة عن العراق وسوريا، فبالتالي لو دعمتني أنا هحاول أدعم الاستقرار أيضا في من البعد الإقليمي، وأأيد الجهود اللي بتقوم بها موسكو واشنطن في الساحة السورية والعراقية. دي نقطة مهمة، ربما أيضا تكون ليبيا نقطة مهمة. أما نقاط الضعف هتكون عدة تساؤلات أمريكية حول قضية حقوق الإنسان. وفي الحقيقة في نقطة مهمة جدا إن البعض برضو تجعلها، إن أنجيلا ميركل تحدثت مع السيسي والقيادة المصرية أثناء لقاء القمة في مصر عن المنظمات غير القابلة للربح نون بروفيت اورجانيزيشنز، عن الفاونديشنز المؤسسات دي، فكان في نوع من الانفراج شوية. الطرف المصري بيتقبل إن يكون هناك نشطاء في مجال حقوق الإنسان، في مجال العلوم الاجتماعية، في مجال الهيومانيتيز الإنسانيات، يقرأوا المشهد المصري بطريقة مختلفة. هو عادة منظمات الحقوق الإنسان والنون بروفيت جروبس الغير قابلة للربح بتتجه نحو اليسار، فلازم يبقى في يمين ويسار، فأكيد هيبقى في نوع من التهوين شوية حول القضية دي. لكن قضية حقوق الإنسان هتناقش، لكن لن تكون قضية جذرية أو محورية. يعني هناك تقارير صحفية تتحدث أن ترامب ربما لم يعد مهتما بقضية حقوق الإنسان كما كان مهتما بها أوباما، يعني في كل الأحوال دعنا نتوقف على ما قاله البعض أن ربما القاهرة قدمت السبت
كما يقول المثل الشعبي المصري، قدمت السبت ليه؟ واشنطن تنتظر الأحد. حينما سحبت مصر مشروع قرار إدانة عمليات الاستيطان الإسرائيلية المقدم لمجلس الأمن قبل تنصيب ترامب رسميا، لكن أمريكا حتى الآن لم تقدم ما يطمئن الحكومة المصرية. هل تتفق مع هذا الرأي؟ يعني ده برضو سؤال مهم هجاوب، بس اسمح لي أن أطرح قضية حضرتك عرضتها. أن أوباما كان يهتم بحقوق الإنسان، لا، أوباما لم يكن يهتم بحقوق الإنسان، وبالدليل أنه هو ترك داعش يعني تعبس في الأرض فسادا. لو كان هو فعلا بيهتم بحقوق الإنسان كان اتخذ قرارات حاسمة ضد جماعات إرهابية متطرفة من فترة قابلة يعني قبل عام 2012 قبل أو 2013 لما التغييرات حصلت في مصر. ترامب برضو بيهتم بحقوق الإنسان لأن دي إحدى دعائم السياسة الخارجية الأمريكية. أما الأمر هيختلف في لهجة الحوار، في النغمة نفسها. إذا ممكن تكون آخر 10 دقائق من لقاء القمة اللي يستمر مثلا ساعة ما بين السيسي وترامب منفردين، فهتذكر أيضا لأنها إحدى أساسيات سياسة أمريكا الخارجية. إحنا بنفكر بها كمؤامرة، هي ليست مؤامرة. أما عن سؤال حضرتك الخاص بما قدمته أمريكا لمصر، أعتقد أن في اتفاق ضمني ما بين واشنطن والقاهرة بأن الموقف في المنطقة العربية في غاية الخطورة. دول عربية بتشهد انهيار كامل لمجتمعاتها، الدول ما زالت موجودة، في حكومة في ليبيا، في حكومة في اليمن، بس المجتمعات العربية ممزقة. علشان كده أنا أعتقد أنه هيكون لقاء قمة هادي جدا، مش هيكون في انفعال أو مش هيكون في نوع من المناوشة الفكرية أو المنافسة السياسية. هم بيتفقوا على أمور هامة، دعنا نضغط على نتنياهو بأسلوب معين علشان ما يجددش عملية الاستيطان، المنطقة لا تستحمل تصعيد وتوتر أكتر من كده، دعنا نشوف داعش هتتجه إلى أي وجهة بعد القضية الخاصة بالحروب القائمة حاليا في الرقة والموصل وغيره. أهم حاجة أيضا، ودي النقطة الاستراتيجية الخطيرة وممكن تكون نوع من التنازل الأمريكي لمصر، أن أمريكا لن تعارض دور روسي قوي في المنطقة العربية، لأن يعني روسيا دلوقتي ليها دور يعني بتتحكم في سوريا، فدي نقطة هتكون مهمة. أعتقد أن هي هتكون نوع من التنازل الأمريكي على مصر عما حاول أوباما القيام به بطريقة في غاية الغباء لأنه كان مش فاهم دور روسيا. وربما أيضا من النقاط الهامة التي من الممكن أن تتناولها المباحثات بين ترامب والسيسي مسألة جماعة الإخوان المسلمين ووضعها في مصر. ابقى معنا دكتور نبيل. أعود إليك دكتورة سامية حارس، مؤسسة منظمة الديمقراطية لمصر في أمريكا. فيما يتعلق بتلويح ترامب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وزارة الخارجية الأمريكية نصحت ترامب الأسبوع الماضي بعدم التسرع في اتخاذ هذه الخطوة. هل تتوقعي أن هذا الملف من الممكن أن يكون على رأس مباحثات السيسي وترامب؟ السيسي ممكن يتكلم عنه، ممكن يحاول يفتحه، وكان في تمهيد لكده من الدعاية المصرية، من الميديا المصرية زي البكري وموسى والجماعة دول اللي بينوا المنظمات الإنسانية اللي هنا اللي بتعارض نظام السيسي وبتطالب بحقوق الإنسان في مصر، بينوهم على أنهم جمعيات إرهابية ويبعتنها لترامب، وبيقولوا أنهم هيلغوا الجنسية المصرية عن كل من يشارك في المعارضة لأن المعارضة بالنسبة لهم خيانة. فممكن هم بيحضروا للطلب بهذا، انهم يطلبوا بان الاخوان المسلمين يبقوا مسميين على انهم ارهابيين. ما اظنش ان الكلام ده هيمشي، لان اي حاجه ترامب بيتكلم عليها بتروح للمحاكم، لان تعليمه للاسف السياسي مش طويل، ولما بيطلب بحاجه على طول بتبقى تناقش، وفي القضاء اللي هنا فعلا منفصلين عن الحكومة والحكم، مش زي القضاء اللي للأسف في مصر اللي بيتبعوا الحكومة ويشوفوا هم عايزين ايه وبيبصموا.
احنا شفنا لما ترامب هنا تكلم على السبع دول في الأول، الدول العربية الإسلامية والأفريقية اللي هيمنع زيارتهم لمدة 3 شهور علشان قال إن هم بيصدروا الإرهاب. أول مرة وقف الطلب، حاولوا ينظفوها زي ما بيقولوا، حطوا ليبستيك اون ذا بيج وينظفوها ويزينوها، وتاني مرة برضو القضاء طيب. الأحرار وقفوها وقالوا ده مخالف لأنه مبني على التفرقة العنصرية والتفرقة في الدين. لو ترامب حاول يعمل حاجة زي دي تاني بأنه يقول للإخوان المسلمين جمعية إرهابية، هيقولوا ده مبني على التطرف الديني، وأعتقد المحاكم هتقف ضده. وفي أنشطة كثيرة من المجتمع المدني. شكرا لك يا دكتورة سامية، عذرا لضيق الوقت. دكتورة سامية حارس، مؤسس منظمة الديمقراطية لمصر في أمريكا، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. دكتور نبيل ميخائيل، التقارير الصحفية ربما تتحدث عن أن ترامب لم يعد عازما على مضي قدما في تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية بناء على نصيحة وزارة الخارجية. ما الذي يمكن توقعه من رد فعل السيسي خلال لقائه بترامب في هذا الملف؟ ده برضو سؤال في غاية الأهمية، بس يعني دعني أذكر كيف حمله الإعلام الأمريكي. هو كان تقرير واحد في صحيفة الواشنطن تايمز المعروفة بآرائها المحافظة، وقالت أن حكومة الأردن طلبت من أمريكا عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية نظرا لوجود أعضاء في البرلمان الأردني من هذه الجماعة، وده هيسبب مشاكل في الأردن. فالأمر ده طرح أو عرض على عدة موظفين من الخارجية الأمريكية، كتبوا توصيات، لكن لا يوجد قرار نهائي لا من الخارجية الأمريكية نفسها أو من البيت الأبيض بخصوص شأن جماعة الإخوان المسلمين. أنا في رأيي أن إدارة ترامب ستترك هذا الملف مفتوح، لكن في نفس الوقت هتحاول تضع المنظمات الإسلامية وبالذات جماعة الإخوان المسلمين في موقف المدافع، زي ما بيقولوا put him or her on the defense. هو مش عاوز يعني دلوقتي يخاصم الدول السنية، هو بيحاول أنه يحجم من دور إيران، ولما يجد أو يستقبل حيدر العباد رئيس وزراء العراق ويقول له أنا مش هتعاون بإيران مع إيران بالشكل اللي أنتوا انتقدتوا حكومات سابقة في العراق بشأنه، فدي أمور مشجعة. فهو بيبقى على هذا الملف، بيحاول يضع الإسلاميين في موقف الدفاع، بيحاول يضغط على إيران، وبعدين هيطرح الأمر ده مع الدول السنية اللي فيها أغلبية سنية زي السعودية زي مصر زي الأردن وغيرها من الدول. فلا أعتقد أنه حتى هيطرح، يعني الكل يقول أنه سيكون لقاء ساخن، لا أنا أعتقد أنها هتكون قمة هادئة، ولنطرح هذا الأمر في لقاء القمة هي بين قمة رئيس السيسي ورئيس هادئة من وجهة نظر دكتور نبيل ميخائيل. أشكرك شكرا جزيلا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وأتحول إلى زميلي حسام يحيى والذي يعرض عددا من تعليقات مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذن هي أول زيارة رسمية للسيسي إلى واشنطن، ماذا قال المعلقون حسام على قالوا مواقع الكثير التواصل الاجتماعي؟ سالم في خصوص هذا الموضوع بخصوص زيارة السيسي إلى واشنطن، موسى كتب على سبيل المثال عبر صفحتنا على فيسبوك: أكيد سينقل الولايات المتحدة إن المسلمين أو أن المسلمين والعرب هم سبب المشاكل وهم مصدر الإرهاب، وليس إسرائيل والغرب هما مسببا هذه المشاكل التي تعصف بالشرق الأوسط. أيضا حساب آخر يضيف: رايح يعلن الولاء لأسياده والبراءة من قومه وشعبه، يتحدث عن السيسي. أيضا أدهم يقول: أي زيارة للسيسي مظهر من غير فائدة، وهذا الشيء المؤكد لأنه كان قبل ذلك زيارات كثيرة للبيت الأبيض لرؤساء الولايات المتحدة أو لأوباما على سبيل المثال. أيضا حسن يضيف: هم أولياء بعض، ماذا سننتظر غير الدمار والخراب من وراء هذه الزيارة. أيضا بدوي يضيف: تغيير في استراتيجية من الخفاء إلى العلن بين الولايات المتحدة
ومصر بخصوص مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك. حساب آخر يضيف سابعه ما تيسر من العرب وجزء من مصر ليكمل عهدته الرئاسية. تويتر أيضا وردتنا بعض التغريدات، نبدأ بمحمود وسام تمثال الحرية الأول وعدة شحنات لأحدث أسلحة مكافحة التظاهرات وتدريب مجاني للجيش المصري على قتال الشوارع. من وجهة نظره أيضا عماد يضيف مزيد من الاستثمارات، مزيد من الطائرات والغواصات تناقش. من وجهة نظر عماد أيضا على تويتر، ونعود من هذه التغريدات والتعليقات إليك سالم من جديد. شكرا لك حسام، شكرك شكرا جزيلا. وفي الشأن المصري أيضا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد أعضاء مجلس النواب المصري يتهم فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بترك الحرية للحكومة لتتلاعب في حياة المصريين الذين أرهقتهم ظروف المعيشة وموجة الغلاء التي يعانون جراءها. نتابع. السيد الرئيس للأسف الشديد زي ما الحكومة النهاردة بتلعب في الشعب زي ما هي عايزة. احنا كنواب احنا اللي عايشين في وسط الناس، احنا تعبنا يا فندم، احنا مش عارفين نولي وشنا فين مع الناس. الحكومة عمالة كل يوم تاخد قرارات، كل يوم عمالة مفاية على الناس، كل يوم عمالة تخنق الناس. لغاية امتى؟ هل الناس هتقدر تستحمل الكلام ده؟ مش ممكن الناس هتقدر تستحمل الكلام ده. لا توجد أي رؤية سياسية لدى حكومة شريف إسماعيل إلى الآن. برضه سيادتك بلاش حضرتك النهاردة تفوت في أي زيادة. كل الوزراء اللي قبل سيادتك حاولوا إن هم يتكلموا في زيادة الأسعار، وكانت يمكن الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها المواطن كانت أفضل من النهاردة بمراحل. ما نجيش إحنا بعد ما ساءت الظروف بتاعت المواطن بمراحل برضه إن أنا أجي النهاردة إيه يعني هتفرق مع المواطن إيه جنيه ولا 2 جنيه؟ لا تفرق، تفرق مع رب أسرة ومراته عنده ولدين ثلاثة في الجامعة، 5 أفراد، لو زاد عليهم جنيه ولا 2 جنيه يبقى عايز كل شهر 400-500 جنيه. مين يا فندم اسره بسيطه النهارده اقدر ان انا اقول لها النهارده خد عبء اضافي 400-500 جنيه في الشهر؟ والله العظيم ثلاثه الناس ما لاقية تاكل، والله العظيم ثلاثه الناس بتبات من غير عشا النهارده، الناس بتمشي على رجليها عشان معهاش فلوس تركب عربيه. إذن كان هذا مقطعا متداولا لأحد النواب المصريين يحذر من موجة غلاء قادمة.